بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ يا شيخ بتفسير الآية في سورة مريم في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فيه دليل على أن من طلب الحق ورغب فيه وأقبل عليه أن الله يهديه ويوفقه ويجعل البركة في علمه. وأما من أعرض عن الحق فإن الله جل وعلا يحرمه من معرفة الحق وقبوله، وحتى لو عرفه يحرمه من قبوله. ففيه وجوب إخلاص النية لطالب العلم، وأن يكون قصده ومراده وجه الله في طلب العلم، وأن يقصد أيضا بالعلم العمل به، لا مجرد العلم بدون عمل، فإن هذا إنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة. فهذه الآية فيها أن الجزاء من جنس العمل، فالذي اهتدى وانقاد للحق وقبله ورغب فيه يزيده الله علما ومعرفة وبصيرة في دينه. ففيه وجوب الإخلاص على طلبة العلم في طلبهم للعلم، وأن يريدوا به وجه الله والعمل به والاهتداء بهداه، ولا يكون قصدهم الرياء والسمعة وحب الظهور أو طلب الدنيا. وهذا في العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي وعلم الصناعات والهندسة وما أشبه ذلك فهذا إنه يراده هو يراد للدنيا ولطلب الدنيا، لكن العلم الشرعي هو الذي يراد لوجه الله وطلب الآخرة والعمل به. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. نذكر بالسادة بتليفون البرنامج 011-442-83-13 الأسئلة نرجو أن تكون في محيطنا الشرعي ومختصرة. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ننوي الذهاب لأداء العمرة وأخشى قدوم الحيض قبل وقته، ما الذي يلزم عمله في حال قدوم الحيض قبل نية العمرة وعند وصولي إلى مكة؟ وإذا اشترطت إن حبسني حابس فما حلي؟ نعم، عليك بالمضي لطلب أداء العمرة، فإذا أصابك الحيض، فإن أصابك قبل الإحرام فأحرمي وأنت حائض، أحرمي. وإذا وصلت إلى مكة فانتظري حتى ينقطع الحيض وتغتسلي، ثم تطوفين طواف العمرة وتسعين،
ثم تقصرين، وبذلك تنتهي عمرتك. وإن أحرمت وأنت طاهرة ثم طرأ الحيض، فإن كان قبل الطواف فانتظري حتى ينقطع وتغتسلين، حتى ينقطع وتغتسلي ثم تطوفين وتسعين وتقصرين. وإن أصابك بعد الطواف في أثناء العمرة بعد الطواف وقبل السعي فامضي واسعي بين الصفا والمروة وأكملي عمرتك وأنت حائض. إنما الطواف هو الذي تشترط له الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. ما فائدة الاشتراط وإن اشترطت فضيلة الشيخ؟ هذا ليس بحابس، هذا شيء عادي. الحابس هو الذي يطرأ وليس عاديا، أما الحيض فهو عادي. وعائشة رضي الله عنها أحرمت وهي حائض، الحيض لا يمنع الإحرام، إنما يمنع الطواف فقط. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. حديث في آخر الزمان تكون سنتكم كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم، ما صحته؟ نعم، الحديث صحيح ومعروف، تقارب الزمان، تقارب الزمان في آخر الوقت، حتى يكون الأسبوع كاليوم ويكون الشهر كالأسبوع ويتقارب الزمان. إما والله أعلم أن هذا لانشغال الناس، تمر عليهم الأيام وهم مشغولون لا يدرون عنها، وإما أن الزمان نفسه يتقارب ويتقاصر، الله أعلم. نعم. يقول الشيخ: أبي أرغب أن تشرحوا حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت، النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل، حث على العمل والرفق بالنفس، فلا الإنسان يجهد نفسه في العبادة لئلا ينقطع ويمل، فعليه أنه يقتصد في العبادة ويرفق بنفسه، ليكون هذا أدعى للاستمرار، ويكون هذا أيضا أوفر للراحة وأشد راحة للنفس. فالذي يشتد على نفسه بالعبادة قد يمل ويترك العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى المسلم أنه يتوسط، لا يشتد في العبادة على نفسه ولا يفرط ويترك العبادة، فيكون معتدلا في العبادة حتى يكون هذا أدعى لاستمراره فيها. نعم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، وأرجو أن يكون الصوت صافيا. معنا تركي، تفضل يا تركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك سيد عبد الكريم، مساء الشيخ صالح. حياك الله، تفضل. عندي سؤالين طال عمرك. الأول، السؤال الأول: ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ طيب، يجاوب الشيخ. السؤال الثاني، لحظة يعني لا تركي، لحظة، تأخذ لي سيارة تمليك وشركات التمليك. ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ لا مانع من ذلك، تقرأ القرآن من الجوال ومن المصحف وعن ظهر قلب، لا مانع من ذلك. نعم. السؤال الثاني يا تركي. السؤال الثاني، يعني لو بغيت أخذ لي سيارة من شركات التمليك، ما حكم التمليك يعني؟ كيف التمليك؟ ما هو التمليك؟ يعني سيارة التمليك هل هي حلال ولا حرام يعني؟ إيش التمليك يا أخي؟
الإيجار المنتهي بالتمليك يا تركي؟ أيوة أيوة، السيارة المنتهي إيجارها بالتمليك. طيب واضح. هذا لا يجوز يا أخي، لا يجوز الآجار المنتهي بالتمليك، هذا جمع بين عقدين، وأيضا البيع يشترط أن يكون منجزا ولا يكون معلقا، عقد البيع يشترط أن يكون منجزا ولا يكون معلقا. نعم. طيب معنا اتصالات أخرى. فضيلة الشيخ يقول: ما المراد بالآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني استمر في عبادة ربك حتى يأتيك الموت، فعمل المسلم لا ينتهي إلا بالموت، ولا يكون له غاية إذا وصلها فإنه ينقطع عن العبادة، كما هو عند الصوفية يقولون إذا وصلت إلى مرحلة المشاهدة والمعرفة بالله لا حاجة إلى العمل، هذا ضلال والعياذ بالله. المسلم يستمر على عبادة ربه حتى يأتيه الموت. نعم. السائل من خارج المملكة يقول: منطقتنا مزدحمة والأرض صغيرة، وبنينا مسجد يا شيخ من 3 أدوار، هل الصلاة في الدور الثالث جائزة؟ نعم، يجوز أن تصلي خلف الإمام وأنت في الدور الثالث والإمام في الدور الأرضي، أو بالعكس يكون الإمام في الدور الثالث وأنت في الدور الأرضي. نعم، إذا سمعت صوته. نعم. السائل له فقرة أخرى يقول: ما حكم نقل الوقف إذا تعطلت منافعه؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة ولتنظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: في بعض البلدان يدفنون الميت على ظهره ويديه على بطنه، فما الصواب؟ لا، السنة أن يدفن الميت على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، على جنبه الأيمن الذي يلي الأرض، ويكون متوجها إلى القبلة، هكذا السنة. نعم. يقول هذا السائل شيخ في حديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، الحديث هذا نهي عن النياحة على الميت، والواجب الصبر والاحتساب، كانوا في الجاهلية إذا مات لهم ميت تضرب النساء خدودها وتشق جيوبها جزعا على الميت، وهذا حرام، هذا من أعمال الجاهلية، هو الواجب الصبر والاحتساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. تفضل يا أبو سعد من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سعدت الشيخ، طال عمرك، أنا عندي أخي توفى من حوالي 12 سنة. أيوة. عنده عزارات في مكة 3، وعنده عزار في الطائف، اللي في الطائف كتبوا باسم الحرمة، واللي في مكة ما هي راضية تبيع عشان تعطي العيال حقهم، والآن العيال اتشحتوا، كل من يبني يروح يتشحت من البنك هذا يتسلف، واللي يتشحت من هنا واللي من هنا. ما أدري طال عمرك، يعني انتزعت الملكية للعيال لكن الأم هي راضية تبيع. طيب شكرا شكرا. يا أخي راجعوا المحكمة الشرعية تنظر في موضوعكم، وإن شاء الله عندها الحل لكم. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ السائل قبل قليل سأل عن حديث وبقي له هذه الفقرة، يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هل هذا حديث وما معناه؟ نعم نعم، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلموا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر واحتسب فله الأجر من الله سبحانه وتعالى،
ومن جزع فله السخط من الله والغضب من الله. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط وغضب فله الجزاء السيء من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة أم عبد الله: هل يجوز يا شيخ إسقاط الحمل في الشهور الأولى، في الشهور الأولى، لأنهم قالوا بأن الولد مشوه؟ لا يجوز إسقاطه إلا بشهادة طبيبين، تقرير طبيبين عن حالة الطفل وحالة أمه، ويعرض على القاضي أو يعرض على الإفتاء في الرياض. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث ورد قرأته في أحد أبواب الأحاديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم، هذا حديث صحيح. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فمن أشرك مع الله أحدا في العبادة فإن الله يترك هذه العبادة، وهي للذي أشرك وليست لله عز وجل. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال الله جل وعلا: فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. نعم. تفضل يا إبراهيم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نعم. تفضل يا إبراهيم، معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مبارك يا شيخ. تفضل. خير الحمد لله. سؤالي يا شيخ حفظك الله عن صلاة الفجر، هل أنا ما أصحل متأخر يعني الساعة 7 كذا 8، هل هذا فيه إثم؟ نعم. إبراهيم يسأل؟ يسأل نعم. يقول بأنه لا يستطيع القيام لصلاة الفجر ويصلي الساعة 7، هل يلحقه إثم في ذلك؟ نعم، يجب عليه أن يصلي مع الجماعة صلاة الفجر ثم ينام، ولا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يخرج صلاة الفجر عن وقتها، ولا يتساهل في هذا، فإن الله لا يقبل الصلاة إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، حكم قصر المسافر إذا دخل الوقت عليه قبل السفر مباشرة، هل يقصر أم يتم الصلاة؟ هل قبل أن يبدأ السفر؟ نعم. وهو في بلده ما يقصر، يصلي صلاة الحاضرة في بلده تماما، ولا يجمع إليها صلاة التي بعدها لأنه ما زال مقيما. أما إذا كان في أثناء السفر فإن دخل وقت الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وإن دخل عليه وقت الأولى وهو في أثناء السير وأثناء السفر فإنه يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية جمع تأخير. هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول في الآية الكريمة: وهم يكفرون بالرحمن، ما المراد بها مأجورين؟ أن المشركين لا يقرون بأسماء الله وصفاته وينكرون الرحمن ويقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. هذا في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح، أمر عليا أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتب باسمك اللهم، نحن لا نعرف الرحمن.
فالله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله جل وعلا قال في محكم التنزيل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث آخر أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله لا تحصى، لكن منها ما علمنا الله إياه مثل 99، وأسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. معنا سعد متصل، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين، عندي السؤال الأول عن السعودة، هل هي تجوز ولا ما تجوز؟ السعودة لا تجوز يا أخي، حرام، وهي أكل للمال بالباطل. اصبر يا أخي اصبر، أقول لا تجوز السعودة لأنها أكل للمال بالباطل ولأنها احتيال على النظام، لأن الحكومة تريد من هذا تشغيل الأهالي، فالذي يسعود يعني يعطيهم دراهم وهم ما يشتغلون علشان يأخذ أسماءهم وأنهم يشتغلون عنده، وهذا كذب واحتيال ولا يجوز. نعم. السؤال الثاني يا سعد. السؤال الثاني الزكاة، زكاة الأنعام، هل يجوز أن يخرجها على شخص من المستحقين، شخص واحد؟ زكاة الأنعام يأتي لها عوامل يا أخي، عوامل تخرج لجباية الزكاة، فأنت تسلم الزكاة لهم للعاملة اللي تأتيكم، هذا إذا كنتم في البر. أما إذا كنت تربي بهائم فإن الزكاة في قيمتها وليست فيها، الزكاة في قيمتها، تقومها بما تساوي وتزكيها. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها مدرسة ولديها زكاة الحقيقة من خلال رواتبها التي تجمعها في المصرف، تقول ولد أختي عمره 25 ويريد الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان لا يستطيع الزواج وهو محتاج إلى الزواج فإنها تساعده من الزكاة، لا بأس بذلك. نعم. هل يمكن الجمع في النية بين صيام 3 أيام من الشهر ويوم عرفة؟ إذا صادف 3 أيام يوم عرفة، لأن 3 الأيام هي 3 أيام من كل شهر، فإذا صادف يوم عرفة ونواه صوم عرفة ونواه صوم من 3 فلا بأس بذلك. نعم. لها فقرة أخرى، السائلة تقول حكم تشجيع الناس على صيام النافلة يا شيخ؟ نعم، ترغيبهم في العبادات من الصيام وغيرها هذا شيء طيب. نعم. مبارك معنا على الخط. لا. مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عندي سؤال، الله يحفظك للشيخ. تفضل. أكثر هذه الأيام التنبؤ بالهطول الأمطار، فما مدى تصديق الناس بهذه الأقوال؟ هل هي جائزة؟ شكرا. شكرا لك يا شيخ، حفظك الله. هذا يا أخي ما هم من باب الجزم، وإنما يتوقعون أنه يحصل كذا وكذا، ربما يحصل وربما أنه لا يحصل. أما لو كانوا يجزمون لأنه سينزل مطر في وقت كذا فهذا لا يجوز، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، 011-44-283-13.
الشيخ صالح توجيه حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أشكل علي ذلك. نعم، هذا حديث مشكل، لكن يحمل على الأحاديث الواضحة، هذا من الحديث المتشابه، فيحمل على المحكمات من الأحاديث، وهو أن الجمع إما يكون لمرض، وإما يكون لسفر، وإما يكون لمطر بين المغرب والعشاء. نعم، أحسن الله إليكم. هل التورك يا شيخ صالح يكون في الصلاة الرباعية فقط؟ إيه نعم، هذا فرق بين الجلوسين. الجلس الأول، الجلسة الأولى يجلس على رجليه، يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا التشهد الأول. التشهد الأخير يجلس متوركا، يجعل مقعدته على الأرض وينصب الرجل اليمنى ويفترش اليسرى ويخرجها من تحت الرجل اليمنى. نعم. عبد الله من حائل، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، تعمرك، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن وكلمهم وبلغ الدين؟ لحظة، طيب. أي نعم، في مكة أعطاهم موعدا وذهب إليهم وسألوه وكلموه وكلمهم، هذا في مكة قبل الهجرة. نعم. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ناس فيهم مس ويصرخ الذي فيه مس كما نرى من بعض الممسوسين اليوم؟ لأنني سمعت داعي معروف يقول بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقول بأنه غير صحيح. يا أخي، الرقية الشرعية تكون من المرض ومن المس ومن كل الإصابات، وفيها شفاء بإذن الله، فيها شفاء بإذن الله. نعم. السؤال الثالث يا عبد الله. خلص، هذا السؤال. بارك الله فيك، شكرا لك. فضيلة الشيخ، هل لصلاة الجنازة وقت محدد، وهل يدخل في وقت النهي؟ لا يدخل في وقت النهي، أن الجنازة يصلى عليها في أي وقت جهزت، لأن تأخيرها فيه ضرر عليها، فيبادر بصلاة الجنازة في أي وقت. نعم. قول بعض الناس يا شيخ، إلا الأوقات التي نهى الرسول عنها، مثل عند بزوغ الشمس، وعند قيامها في وسط السماء، وعند الغروب، هذا الأوقات الثلاثة لا تدفى، لا يصلى على الجنائز فيها ولا تدفن فيها الجنائز. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال يقول فيه السائل، قول بعض الناس بعد إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها، هذا ساري على الألسنة ولا أعرف له دليلا، إنما متابعة المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وكذلك متابعة الإقامة، لأن الإقامة أذان أيضا، فيتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع من برنامج فتاوى. شكرا للزملاء في مكتبة الشيخ، وشكرا لفريق العمل معي في الرياض. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.